ينطلق هذا العمل من فكرة الربط بين الشعر والسرد التاريخي، لأن أصحاب الحسين عليه السلام مر بهم التاريخ مرورا عابرا، فجاء الشعر ليقول هواجسهم ويصف بطولاتهم في لحظتهم التاريخية تلك. وعندما يئس ابن زياد منه هدده قائلا: أتأتيني بمسلم بن عقيل أو لأضربن عنقك؟ فلم يعبأ به هانئ وقال: إذا تكثر البارقة حولك. فثار الطاغية وقال: والهفا عليك، أبي البارقة تخوفني؟ وأخذ ابن زياد القضيب فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه ونثر لحم خديه وجبينه على لحيته، وتحطم القضيب وسالت الدماء على ثيابه. وحاول هانئ خطف سيف شرطي بجانبه ليدافع به عن نفسه فلم يستطع. لدمي لغة لا يعيها الجبان، لدمي صولجان، تدور عليه الدوائر في مهمه وعر، وهو مرتفع لا يهان. مسلم يسكن الآن في جسدي، فلن تستطيع الوصول إليه، هو شيء من القلب ليس إليه طريق، هو بين الجوانح صوت بعيد ونبض عميق، فكيف أسلمكم ما جبلت عليه فؤادا لحفظ العهود؟ وكيف أسلمكم فرصتي للخلود؟ لدمي كل هذا المدى والزمان، وعلى مثل هذا الدم الحر سوف يكون الرهان. لما قبض عبيد الله بن زياد على هانئ بن عروة في الكوفة وأساء إليه في قصر الإمارة، اجتمع أنصار هانئ عند القصر وهم يظنون أنه قد قتل، وأثاروا ضجة هناك، إلا أن شريح القاضي خرج إليهم بأمر بن زياد وشهد لهم أن هانئا حي، لكي يتفرق أنصاره. ومن المعروف أنه قد أفتى بأمر بن زياد أن الإمام الحسين خارج على خليفة زمانه، وعلى المسلمين أن يقاتلوه. هانئ في السجن يسمع ضجة المذحجيين حول القصر وخداع القاضي شريح له: أقسم لكم بأن هانئا ومولاي ابن زياد في القصر يتحدثني بشأن أمور تهمكم، ومع الخليل سيخرج هانئ ويذهب إلى بيته إن شاء الله تعالى. لماذا لا يخرج إليه؟ ارجعوا إلى بيوتكم بأمان، رحمكم الله. ستحكم ما بيننا الكلمات، وصوت خفي سيعبر قضبان هذا الزمان، ويعلن لله حكما على الناس حين يخون القضاة. ستحكم ما بيننا شهقة للتراب حين تسيل الدماء عليه، فتصير الدماء الرواة. فيا أيها المذحجيون، لا تخدعوا بمرايا الوعود، ولا تسلموا زهو راياتكم للطغاة. حركوا خيلكم باتجاه الحقيقة كي تظفروا بالسنة، فما بينكم والسنة خطوات. حركوا خيلكم باتجاه الحياة، وفكوا أياديكم من حبال الونا، حيث لا صوت يبقى لكم لا منى. حركوا خيلكم للحقيقة قبل الفوات. فأخرج بهانئ وهو مكتوف حتى انتهي به إلى مكان من السوق تباع فيه الغنم، فجعل يقول:
ومذحجاه، ولا مذحج لي اليوم، وأين مني مذحج؟ أين ذاك الضجيج يهز العروش؟ وأين الهتاف؟ كيف تصنع تاريخها أمة تشترى أو تخاف؟ لماذا انحرفتم عن النور ظلما؟ وما كنت أخرج لو لم أرى الناس في غفلة وانحراف. لماذا تريقون أيامكم في مهب الرياح وتلتمسون من الدهر ذكرا لكم واعتراف؟ لماذا رميتم رؤوسكم في العراء وأسلمتم عرش تاريخكم للنفوس الضعاف؟ فماذا أسميكم بعد هذا اللقاء وأنتم تسوقون أسماءكم للمذابح مثل الخراف؟ فلما رأى أن أحداً لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف، ثم قال: أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يدافع به رجل عن نفسه؟ ووثبوا إليه فشدوه وثاقاً، ثم قيل له: أمدد عنقك. فقال: ما أنا به مجد سخي، وما أنا بمعيتكم على نفسي. فتقدم مولى تركي لعبيد الله بن زياد يقال له رشيد، فضربه بالسيف فلم يصنع سيفه شيئا، ثم ضربه أخرى فقتله. جسدي معبر للحتوه، وبريق دم ثائر ووصايا سيوف. سللت يدي فسمعت صليل دمي وصهيل خيول بصدري تطوب. ولما تفرد بي ليل غدر ثقيل وعز علي أخ وسلاح شهرت الكفوف. فيا أيها الجسد الشيخ، 70 عاما وأنت ترى فارسا يرتدي موته في الصفوف. تكور سلاحا وكلمة ضوء تقض مضاجع هذا الظلام، ولا تبتئس فالشموس لها غيبة وكسوف. فذي كوفة أنت كل الحروف بها، فكيف سنقرأها حين تسقط منها الحروف؟